أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم دائما على إكسترا نيوز. نلقي معكم مزيد من الضوء على الشأن السوري في بداية هذه التغطية، حيث أفاد التلفزيون السوري بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في مدينة مصياف بمحافظة حما، فيما قالت مصادر محلية إن الأهداف المعادية التي تصدى لها الجيش السوري هي عبارة عن موجة استهداف صاروخي من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف حماد الشمالية الغربية. عبر الهاتف من دمشق ينضم إلينا سيد سلمان شبيب رئيس حزب سوريا. أولا سيد سلمان أرحب بك. أهلا بكم، تحياتي لكم ومشاهديكم. نعم، في البداية دعني أبدأ معك بمزيد من التفاصيل إذا سمحت عن ما أدلى به التلفزيون السوري فيما يتعلق بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في مدينة مصياف بمحافظة حماة. تفضل. هذا البيان يؤكد ان الموضوع لم يكن قصف صاروخي من قبل مجموعات الارهابيه، وانما هو اعتداء اسرائيلي. اذا اخذنا مضمون البيان بجوهره يقول بان هناك يعني اهداف معادية تم استهدافها او تم التصدي لها من قبل الدفاع الجوي وتم اسقاطها. افيد وكان في الليل الماضي سمعت اصوات في مدينه مصياف وشهد بعض يعني الصواريخ التي تسقط في محيط مدينه مصياف. البيان السوري مضمونه يقول بانه ربما اعتداء اسرائيلي من قبل صواريخ سواء من الاجواء اللبنانيه. في العادي اسرائيل تستخدم الاجواء اللبنانيه، الطيران الاسرائيلي يستخدم الاجواء اللبنانيه لقصف او لتنفيذ اعتداءات على الاراضي السوريه. الموضوع غير واضح تماما حتى الان، لكن مضمون البيان العسكري السوري يقول بان اهداف معادي يعني في العادي لا يصف قصف المجموعات الارهابيه بهذا الوصف. هذا الوصف يستخدم تحديدا للاعتداءات الاسرائيليه، وصف الاعتداءات الاسرائيليه التي تشملها خاصه من الاجواء اللبنانيه او من البحر. نعم يعني سيد سلمان انا بعتذر، يعني صوتك غير واضح سيد سلمان، يعني انت تتحدث عن هذا الوصف الذي ذكر في البيان انه تم التصدي لاهداف معاديه، وذكرت ان هذا اللفظ لا يطلق الا على ماذا؟ على اعتداءات اسرائيليه، هذا نعم. الوصف لا يطلق الا على الاعتداءات الاسرائيليه التي تشنها اسرائيل احيانا من الاجواء اللبنانيه او من البحر. وبالتالي الموضوع لا يتعلق باعتداء يعني بقصف المجموعات الارهابيه وانما هو اعتداء اسرائيلي. نعم، وان يعني تاكدت انها اهداف اسرائيليه كما تتفضل بالذكر، ما هي الاجراءات التي سيتم اتخاذها سواء من الداخل السوري او من المجتمع الدولي؟ مع الاسف المجتمع الدولي لا يرد على هذه الاعتداءات، وليس هناك اي رد فعل حتى او ادانه من قبل الاعتداءات التي تشنها اسرائيل على الاراضي السوريه. اسرائيل تتذرع دائما بانها قصفت اسلحه نوويه يتم نقلها الى حزب الله او مواقع لايرانيين او غيرها لتنفيذ هذه الاعتداءات، والمجتمع الدولي كما اعتدنا عليه هو صامت ويتجاهل ولا يقوم باي رد فعل ولو ادان من باب حفظ الوجه، ما حفظ الوجه، حفظ الوجه على الاقل ان يدين هذه الاعتداءات التي تنفذها دوله على دوله ذات سياده. مع الاسف المجتمع الدولي تبنى على هذا الصمت او هذا يعني التجاهل من المجتمع الدولي. هناك حلفاء وهناك الجيش السوري تفضل هذه الاهداف، وانا اجزم بان كل هذه الاعتداءات يعني هي فاشله ولم يعني تحقق اي من اهدافها. يتم التصدي لها والدفاعات الجويه السوريه يعني تزداد قوه وتزداد دقه، وكل اعتداءات اسرائيل هي من باب الدعايه ولا تحقق اي نتائج على الارض. نعم، هذا من جانب. من جانب آخر، أنت حدثت معك عن الجانب التركي تحديدا سيد سلمان، يعني ربما استمرارا الانتهاكات التي يرتكبها النظام التركي، وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو هدد بإطلاق بلاده لعملية عسكرية في شرق الفرات إذا لم تتأسس المنطقة الآمنة المزمعة في سوريا، وإذا استمر ما وصفته أو وصفه عفوا بالتهديدات ضد أنقرة. تعليقك. هناك حشودات تركيه منذ عده ايام
خاصة على تل رفعت وتل أبيض المنطقتين السوريتين. هناك حشودات تركية وتهديدات تركية بتنفيذ عمليات عسكرية ضد هاتين المدينتين تحديدا أو المنطقتين. يعني أنا أستبعد حتى الآن أي اعتداء أو قيام تركيا بتنفيذ هذه التهديدات، هي تحاول ابتزاز يعني الأطراف الأخرى للسماح لها بتنفيذ المنطقة الآمنة التي تراهن عليها تركيا. تركيا منذ بداية الأحداث في سوريا وضعت نصب عينها وحلم بأن تكون منطقة آمنة فيما بعد ربما تستولي عليها أو تطمح إلى الاستيلاء عليها لتحقيق الأطماع التركية في الأراضي السورية. هذه المنطقة هناك رفض دولي، بالتأكيد هناك رفض سوري، وسيكون هناك مقاومة سورية، أؤكد بأنه سيكون هناك مقاومة سورية لأي عدوان أو لأي تواجد تركي على الأراضي السورية حاليا أو فيما بعد، لكن بالتأكيد لن تسمح الحكومة السورية ولا الشعب السوري لتركيا للعدوان التركي، للعدوانية التركية أن تحقق أطماع على الأرض السورية، وسيكون هناك مقاومة لهذا التواجد الموجود حاليا والذي تخطط له تركيا سواء في تل أبيض أو في تل رفعت. تركيا لن تحقق أطماعها، لن يسمح لتركيا بتحقيق أطماعها في الأراضي السورية سواء من قبل الجيش السوري أو الشعب السوري أو الحلفاء السوري أيضا. وأتوقع بأنه سيكون هناك موقف حاسم من روسيا وإيران من تركيا في مؤتمر السابع القادم. سيتم إبلاغهم رسالة سورية قوية بأن هذا العبث وهذه العدوانية التركية لم تبقى بدون رد، وأن الموقف التركي العدواني ضد سوريا سيكون هناك رد سوري عليه، وبالتالي تركيا يجب أن تلتزم بتفاهماتها مع الأطراف الأخرى خاصة مع الجانب الروسي سواء في السنة أو في تشيتشي. نعم، وضحت صورة. كنت ضيفي عبر الهاتف من دمشق سيد سلمان شبيب رئيس حزب سوري، أولا شكرا جزيلا لك.